أخبار ليست بالسارة لعشاق مانشستر سيتي والعابم البلجيكي فينسنت كومباني، حيث قرر أطباء الفريق تأجيل عودته إلى بداية مارس القادم، وذلك لعدم استجابته للعلاج الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة الشهر الماضي في لقاء فريقه أمام ساندرلاند بعضلة الساق. وكان كومباني مرشحا للعودة قبل أن يؤكد الأطباء حاجته للثلاثة أسابيع على الأقل كي يتعافى تماما، ومن ثم يبدأ الدخول في التدريبات بحذر.